صوت الكون حاشية ولا الشرطة النص من أول. ولذلك تقول النفاق نفاقان ولا تمانين وراح تمانين ولا يغشر من أول صاد مش كده؟ وثمانين خلصت، ثمانين انتهت، مفيش حاجة متعلقة بصف الثمانين سواء حاشية أو مكر. يعني هنبدأ من أول صاد مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد البشير النذير صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وصلنا في شرح السنوسية الكبرى إلى قول سيدي عبد الله، سيدي أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه: ولا يغتر المقلد، ولا يغتر المقلد ويستدل على أنه على الحق بقوة تصميمه وكثرة تعبده للنقض عليه بتصميم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان ومن في معناهم تقليدا لأحبارهم وآبائهم الضالين المضلين. يعني كثير من الناس يغتر، يقول لك لا، ما ليس إيه مهما في العقيدة أو في الإيمان أن تكون على معرفة أو على بصيرة أو أن تكون متبعا للدليل، أهم حاجة تكون إيه؟ إيمانك قوي وتكون مصمم على الحق ولا تتزحزح عنه كالجبال الراسيات. طالما وجد هذا التصميم وهذا الرسوخ مثلا يعني وهذا التأكيد، خلاص ايه الداعي انه ايمانك يكون مبني على ادلة او على يقين او على معرفة؟ فالبعض يغتر بهذا ويستدل على انه على الحق. طب ما هو الدليل على انك على الحق او على ايمان ينفعك أو إيمان يكون معتبرا شرعا أو ينجيك في الآخرة؟ فيغتر أنه إيه؟ مصمم، يعني قوة التصميم، يعني كأنه أخذ الحق مش من، لم يأخذه من الدليل، إنما أخذه من القوة، من قوة الإيه؟ التصميم. يعني كأنه لأنه مصمم ويعني متربس في العملية زي ما بيقولوا كده، خلاص معتقد بهذا التصميم انه ايه صح. فيقولوا لا، مش ليس بالضرورة ان تكون قوة التصميم صحيح لما يكون في ادلة، والادلة واضحة زي الشمس، ينشأ عنها التصميم القوي. لما يكون المسألة عندي ما فيهاش شك مقطوع بها 100%،
فينشأ عن هذا قوة التمسك وقوة التصميم. بس إذا القوة نفسها نشأت من الدليل، وليس الدليل هو الذي نشأ منها. فيقول له يعني أنت مصمم ومتأكد 100%، إيه رأيك تصميمك ده؟ لا تغتر به. وبعدين كمان بيغتر بحاجة، هو مقلد وجاهل، ولا فرق بينه وبين البهيمة مثلا، لا فرق بين مقلد إيه ينقاد وبهيمة تقاد. فيقول لك إيه، رغم أنه جاهل وبعيد عن المعرفة، ولكن مغتر بإيه تاني؟ مش بقوة التصميم وبكثرة التعبد. ده بيقوم يصلي الصبح حاضر، وشيخ الإسلام نايم في البيت، بيصلي مثلا تحت السرير أو بيصلي في مكان تاني، أو مثلا واحد مثلا يكون من كبار العلماء وما يصليش إلا الساعة 9 الصبح ولا الساعة 8 ونص يعني، وده بيقيم الليل وكل يوم ماسك سبحة بيسبح 1000 مرة، والتاني يمكن كل شهر بيقول لا إله إلا الله، أو ما يقولهاش إلا لو حد مثلا ضايق أو حصل له كده ضيق أو كرب، يروح يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله، يقول هكذا عند الايه الضرورة. والتاني مواظب على الصلوات الخمس وما يكذبش، فمغتر بالعبادة وبقوة التصميم، انه ايه انه التقليد كاف وهو على حق، لكن هو ايه يظن ان ذلك يكفي، انه فقط يكون مصمم ويكون ايه كثير العبادة وكثير الايه الطاعة. طب لماذا المصنف الشيخ السنوسي قال لا يغتر بذلك؟ قال للنقض عليه بتصميم اليهود، ونقول والله تعالى نشوف الناس اللي زيك، الجهل اللي زيك اللي عندهم تصميم ممكن يكون زيك وأكثر، ومع ذلك 100% على الباطل وأنت تقر بذلك، زي اليهود والنصارى. لو قلت لواحد اترك النصرانية أو اليهود يقول لك أعوذ بالله، ربنا يختم لي بالإيمان، أو ربنا يميتني على حب الصليب أو على التثليث. ده مرة واحد كان في أسبانيا وبلغ أنه صديقه أسلم دخل في الإسلام، فزعل قوي، والاثنين مسيحيين، وحزن عليه، وكان يتمنى له يعني يكون ختامه مسك، أو يكون يعني بحسب اعتقاده من أهل الجنة، لن يدخل الجنة في عقيدته إلا من كان يهودا أو نصارى. فكيف ده اللي كان يعتبر والي وإحنا بنتبرك به في الآخر يكفر، يعني يدخل في الإسلام يعني. فحزين عليه، وعشان الصداقة والمحبة والعيش والملح، فكتب له رسالة بيقول له يعني أنت بالذات احنا كنا خلاص هنبايعك بالبابوية العظمى، هتبقى انت نائب عن المسيح في الارض، ما يصحش يحصل انت منك كده. فبيقول له ايه اما بعد فاني مثلا احمد الله تعالى واشكره الى اخره، بيقول له بعد ما الافتتاح كده اما بعد فاذا وصلك كتابي هذا فاخرج من ظلمات الوحدانية إلى أنوار التثليث. شو بيقول له؟ اخرج من الظلمات دي والجهالات للنور التثليثي الجميل ده، اعمل ايه لله في خلقي شؤون. يبقى معناها ما يغترش بايه بقوة تصميمه للنقض عليه بتصميم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، فإن عبدة الأوثان أيضا مصممون على أنهم على الحق. ده لما جات لهم عقيدة التوحيد استغربوا، كادوا يعني يقولوا أنه ده شيء مش منطق ومش سليم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إيه الكفر الجديد ده والهرطقة
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا وقعدوا يتحسروا إيه ويندموا على ذلك. فيقول لك ما يغترش المقلد بهذا للنقض عليه بإيه؟ بتصميم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان ومن في معناهم. يعني أي صاحب ملة أو عقيدة بيبقى متمسك بها وشايف إنه ما فيش على الحق غيره إلا لا تكون عقيدة، لو إنه شايف المسألة متأرجحة لا، ده النصراني ده أو اليهودي ما يعتبرش يهودي صح إلا إذا اعتقد إنك أنت من أهل النار وأنت اللي ضال وأنت اللي ما هو ختم الله على إيه؟ على إيه؟ قلوبهم كده؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة أو على أبصارهم غشاوة. وإذا كان الوضع كده لا تملك هدايته ولو جئته بكل دليل. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، وقال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فالمسألة مش في الحجة والدليل، وإلا كانوا آمنوا من زمان. إيه رأيك طب الحجة والدليل ما تفيد فيه؟ ما هو احنا لسه فيها، بنقول المقلد إيمانه ما ينفعش عشان ما فيش معرفة، ما فيش دليل، ما فيش برهان. لو الحجة والدليل ما تفيد فيها ده، لما خلاص ما تخليها إيمان كده قال لك لا. ما هو ممكن بالحجة والدليل تصل إلى درجة الإلزام، لكن لا تستطيع أن تصل إلى درجة الإقرار. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت، وصل لليقين القلب، اليقين المنطق أو التصديق، لكن الإذعان والقبول مش تبع الدليل، ده حاجة تانية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وفي أدلة علم موجود الحجة موجود، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني معناه لا يملك أحد في الوجود هدايته إلا الله، وما تتعبش. ما هو النبي، هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنقصه الحجة؟ كان يعوزه الدليل لما أمنوش ليه؟ لأن الله تعالى لم يرد هدايتهم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فاحمد ربنا انه هداك للايمان، مش المساله فهلوه ولا معرفه ولا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. والله لو جابوا لك كل الحجج وكل الادله هيبقى ايه المشكله؟ في غشاوه مش شايفها، في اذن وقص مش سامع، ما شايفش ولا بيسمعش، هتعمل ايه معاه؟ يعني ايه المسألة؟ مسألة ايه؟ الرجل اللي اسلم وكان اسقف كبير في الكنيسة وكان اسمه ديفيد بنيامين كلدان وسمى نفسه عبد الاحد داود، كتب كتابه مضموع، بيقول ايه لما سألوه ايه السبب في انك اسلمت؟ ده انت كنت خلاص بينك وبين البابا نص سلم كده، كان هيبقى اسقف اوروبا كلها. قال السبب الوحيد هو الهداية الإلهية. ها ده كلام أكابر الصوفية، السبب الوحيد، مش قال إن أنا يعني طلعت وبحثت ووصلت إلى الحقيقة وعملت بحث وخدت الجائزة الأولى وناقشوني فيه، قال السبب الوحيد الوحيد اللي احنا بنسموه الحصر كده هو الهداية الإلهية التي لولاها لكان ممكنا أن تقودني جميع علومي وأبحاثي إلى الضلال. يعني كان ممكن العلم ده كله يوديني الداهية، مش هيوديني للإيه؟ للهداية. يبقى الهداية من عندي منين؟ من عند الله.
بعد كده ايه شين يعني ايه الشرح. هتقرأ يا شيخ؟ خلاص الشيخ هتقرأ انت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدوام والتأمين، قوله ولا يقرب المقرب إلى آخره نفي بمعنى النهي، وهذا شروع يعني اصبر يعني خليك معي ماشي كده، وانا لك عشان الحقك انت، انا ماشي على رجلي وانت راكب قطار مش هلحقك، هتعدي 30 محطة وانا لسه واقف بين سويف، انت كده وصلت سوهاج. قوله ولا يغتر الايه المقلد، بيقول لك هنا ايه الى اخره، نفي بمعنى النهي، يعني ايه؟ لانه لو كان نهيا قال ولا يغتر او ولا يغتر، الناهية بتجزم، أما النافية ترفع بلاش. يبقى هنا قال ولا يغتر، يبقى هذا نفي لكن بمعنى النهي، يعني كان بيقول له إياك أن تغتر، واضح؟ وهذا شروع في دفع شبهة يأتي. اقرأ. وهذا شروع في دفع شبهة يأتي بها المقلد مستدلا بها على دعواه. يعني كأنه بدأ الشيخ يشرع في دفع شبهة يستدل أو يأتي بها المقلد مستدلا بها على دعواه. ما هي دعواه؟ لأنه على الحق، يعني أن التقليد كاف وأنه على الحق لا على الباطل، وأنه مؤمن وأن إيمانه إيه سينجيه عند الله، هذه هي دعواه. لا وتقريرها، وتقريرها أنا مصمم بعقائد الدين لا أرجع عنها وكثير تعبدي لله، وكل من هو كذلك فهو على الحق فأنا على الحق. يعني تقريرها بمعنى أنه هيعملها في إيه؟ في قياس، في مقدمتين صغرى وكبرى ونتيجة، وهذا القياس قياس من إيه يا شيخ؟ من الشكل إيه ده؟ قياس من الشكل الأول. ليه؟ لأنه شرط الشكل الأول أن إيه؟ أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكلية الكبرى كلية كده؟ طيب يبقى هنا فين الصغرى؟ أنا مصمم بعقائد ديني، خلاص كده؟ يبقى هنا إيه دي؟ دي الصغرى وهي موجبة، خلاص؟ مصمم بعقائد دينه وكثير، وكل من هو كذلك فهو، يعني كل من كان مصمما ومتعبدا فهو على الحق، هذه هي الكبرى وهي كلية والصغرى موجبة، إذا فأنا على الحق، خلاص كده؟ هذه النتيجة، هذا قياس من الشكل الايه الأول. يعني أول ما يقول ايه وتقريره، يعني وتقرير الدعوة أو تقريرها، يعني معناها الشكل بتاعها كيف ركبت وكيف وصلنا إلى النتيجة، فاهم؟ أنت النهاردة مقلدة لبس ده تقرير، وكل من كان مقلدا للغرب فهو على غير الحق. قوله ويستدل يا أخي عطف تفسير على يغتر، يعني ولا يغتر المقلد، أي يعني كأنه عطف تفسير، يعني كأنه بيفسر اغتراره، أي الواو يعني بمعنى أي يستدل. عطف تفسير على يغتر لأن الاغترار الاستناد من الألف، يعني واحد اغتر يقول لك إيه حيطة مايلة، بس هو ايه مش متأكد، فمتكي او مستند عليها على انه ايه هتمنعه من ال، لكن الحيطة مايلة والحيطة ضعيفة، فهو اغتر بشكلها كده، ليها مكبوسة كده لكن على الفاضي من جوه مليانة تبني ما فيش فيها الاسمنت ولا عمر، فالسند عليها زي يقول لك السند على حيطة مايلة، راحت نازلة
يبقى معنى كده ايه معنى الاضطرار؟ يعني الاستناد بما لا يكفي. خلاص كده، يعني اي حاجة لا تكفي انت مضطر. قلت انا معاي فلوس هتكفيني ايه شهر، بعد كده تلقى جالك صداع، رحت للدكتور كشف 100 جنيه رشدتها ب 300. انا كنت فاكر هيقعدوا شهر، لما قعدوش ربع ساعة، خاصة لما تدخل اجارك الله العيادات. لما رحت المستشفى ببلاش هتطلع عيان زيادة، هيجيبوا لك وباء تاني ما كانش عندك. ده انت طلعت اصلا. يلا. قوله للنقض عليه الى اخره، اي لاطار الكبرى القائمه وكل ما هو للنقض، يعني هنبطل الحاجه اللي هو استند عليها، هنشيل الحيطه اللي مسنود عليها. هو استند على ايه؟ ما هو اعتقد انه على الحق، والدليل بتاعه اللي هو الكبرى اللي هو كل ايه من كان كذلك فهو على الحق. فاحنا هنبطل له دي، بيقولوا لا، ليس كل صحيح، ممكن يكون المصمم وكثير التعبد ممكن يكون على الحق بس مش كل، او ده النقد. يعني هننقض الايه الكبرى، الكبرى دي اللي هي ايه، الكبرى دي كلية، وهي ايه موجبة ولا مش موجبة؟ موجبة. هننقضها بايه؟ بسالبة جزئية. ليس كل من كان متعبد اللي هي بعض اللي هو ايه، اما مش كل، هتنقض الكبرى بايه؟ بالسالبة الجزئية. يعني زي مثلا في قوله تعالى ايه اليهود مثلا قالوا ايه، جابوا ايه سالبة كلية، قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، مش كده؟ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر، دي سالبة كلية، يعني ايه لا احد من البشر انزل الله عليه شيئا. اليهود لما تسرعوا قالوا العبارة دي، نسيوا ان التوراة اللي هم بيفتخروا بها على العالم ما هي كتاب نزل على موسى، فلما قالوا ما فيش حد من البشر ربنا أنزل عليه شيء، فهذا إنكار لكتابهم هم، بدليل أن الله نقض هذه السالبة الكلية بموجبة جزئية. قل من أنزل، يعني أنت بتقولوا إيه ما فيش بشر ربنا أنزل عليه شيء، طب موسى بشر، نعم سالبة كلية ما أنزل الله، أي كلية نقضها بالموجبة الجزئية. يعني هو ده يقول ما فيش حد، كله ده كذابين، كله أدعياء، ما فيش رسول حقيقي، كلهم نصابين، معناها كده ما فيش حد من البشر ربنا اداله حاجة، أما ده كله ده بيجي إيه منظمات إرهابية دولية شغالين بيضحكوا على الناس من أيام آدم لحد استغفر الله العظيم، بيقولوا كده. لا بإقراركم أنتوا التوراة ده كتاب ولا مش كتاب؟ ده أنتوا بقى وموسى بشر ولا مش بشر؟ يا ما أنزل الله على بشر من شيء، من وحي أو من كتاب، وهذا وحي، وأنتم تقولون أنزله الله على موسى، تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثير. يبقى هنا نقض كلام المقلد في الدليل بتاعه اللي هو ايه الكلية اللي هي الكبرى اللي هي الكلية. خلاص هدمت. يلا أربعة أشكال، الشكل الأول، الشكل الثاني، والثالث، والرابع. الشكل الأول اللي هو ايه، أن يكون الحد الوسط محمولا في الايه في الكبرى، محمولا في الصغرى، موضوعا في ده الأول. طب والثاني عكسه، والثالث أن يكون إيه محمولا فيهما، والرابع عكس الأول. ده منطق، ده مش رح منطق نقول إيش للنقض عليه أي الإبطال الكبرى القائلة يقول من هو كذلك هو على الحق، فيقال من اليهود والنصارى
جاد بعقائده دينه ومصمم عليها ولا يخفي عنها، وكثير التعبد لله ومع ذلك فليس على حق. ده في ناس من بني إسرائيل أكثر تعبدا منا، أعمارهم طويلة وقاعدين في الصوامع وبعيد عن التلفزيونات وبعيد عن الانترنت وعبادتهم، ومع ذلك في الآخرة رايحين في داهية، لأنه عبادة إيه؟ مع أنه هو مصمم عليها ولكنها باطل ولا حق. فيعني معنى كده مش المعنى في كثرة العبادة ولا في التصميم عليها، ولكن المعنى في ايه؟ في المعرفة او في الدليل. قوله ومن في معناه اي من ذوي الجهل المركب من المؤمنين. ومن في معناه، يقول لك وكثرة ولا يغتر المقلد ويستدل على انه على الحق بقوة تصميمه وكثرة تعبده للنقض عليه بتصميم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، فكل هؤلاء مصممون ومتعبدون. ومن في معناهم؟ من اللي من في معناهم؟ ولذلك لم يقل ومن في اعتقاده، مجوس مين؟ ومن في معناهم اللي هو زي حالاته كده ده، يقول لي مجوس عايز بعدها عنه. ومن يبقى ومن في معناهم اللي هم ذوي الجهل المركب من المؤمنين. قالوا في مرة حكيم يلا يلا الشرح شين الشيخ المؤمنين هذا كلمة. طب ما هي ماشي، لكن بس وصفت مؤمن مع الجهل، ومش جهل بسيط لا مركب. شين الشرح يعني أن تصميم المقلد على الحق وعدم رجوعه عنه، والله في مقلد لو قطعت منه حتت كده يقعد إيه؟ يقعد زي ما سيدنا بلال كان يقول أحد يقول مقلد. ولو نشر بالمناشير وكثرة عبادته لا يدل على أنه على بصيرة من دينه، إذ ليس جزمه وتصميمه على الحق من حيث كونه حقا. أمال هو مصمم ليه؟ بل من حيث كون نشأته بين قوم يقولون ذلك. الرجل هنا متعصب لقومه ومصمم كده ليه؟ عشان العادة والبيئة اللي نشأ فيها ما اعتاد عليه والإلف، فلا يريد أن يخرج من هذا الذي تعوده. والنشأة، شوف كده خد بالك، ده المصيبة دي. والنشأة والمخالطة لهما أثر عظيم في التصميم حقا كان المصمم عليه أو باطلا. دي المصيبة، إنه خالط الأمر وألفه واعتاده ورضي به واطمأن به وخلاص انتهينا. دي صعبة، دي انتشاله منها عاوز إيه؟ لازم تعزل عزل تام، ما تستطيعش المخالطة. يعني مثلا تعال، مثلا أنا أنصح أبنائي وأنصح مثلا طلبة العلم كل يوم، أقول لهم مثلا خلوا في نظام في المحاضرة، ممنوع الكلام جماعكم، ممنوع الدخول متأخر، ومع ذلك يمكن يكون هو نفسه اللي وجه إليه الإنذار أمس وقبل أمس، ومع ذلك لا يتغير، يسمع الكلمتين من هنا ويطلع من هنا، وتاني يوم يكرر نفس الكلام، وانا اكرر نفس الكلام، نفس التحذير ونفس الكلمتين، وخدت انا على كده وهو خد على كده. طب ما ليه الحل في الحالة دي؟ حتى لو غيرنا الطالب مش هينفع، ولو غيرنا الاستاذ مش هينفع، ما نعمل ايه؟ لازم يخرج من هذا الجو. ولذلك تعالى مثلا الجامعات والمعاهد والكليات مش عارفين يعملوا حاجة أبدا. ليه؟
الالف والمخاط وخدنا على كده سنين 40 سنة و50 سنة و80 سنة ما فيش حاجة بتتغير. ليه؟ اول ما يدخل الجيش في 3 ايام ما يعمل كده ويقف من مواعيد الاكل ويصحى في الفجر وتتغير كل حاجة. بسبب ايه؟ انه عزله عن المجتمع المدني، اخرجوا خالص من الدائرة دي، دخلوا فيه في جو تاني عسكري. وانا لا استطيع العزل، هوديك فين؟ مدينتي ايه هنا؟ عزلوا تمام بتقاليدك. فشهر واحد او ايام معدودة تغيره، بس بشرط اصل ما ينفعش وهو مختلط يتغير، لازم يعزل ويفصل تماما ويغير نظامه واكله وشربه وسلوكه، فتستطيع ان تغيره. ده ايه؟ وذلك هو مثلا كمان عنده ايه؟ القوة على معاقبته والقوة على تكديره او على سجنه او كذا الى اخره، فتغير الانسان. اذا فالتغير ليس مستحيلا، انما عاوز ايه؟ حزم قوة. انما النصائح ومش عارف ايه وعيب والتزم والاخلاق والدين خلاص خدنا الكلام. ان الله يزع به السلطان لا يزع بالقرآن. فسيبك من كلام الوعظ مش الغليل المنابر لها 500 سنة. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اول ما يطلع يقطع الرحم على طول ويكره خالته ويقاطع عمته ويلعن اخوه، ولسه سامع الايه. بل لو يجيب وقت ثاني هيدخل يقرا الايه نفسها. فمصيبه. يبقى الحل زي ما بقول لك، يعني لابد يكون في اراده قويه. مش موجوده الاراده. يلا كمل. قوله يعني الى اخره إشارة بقياس حاصله أنا مصمم على الحق، وكل من هو كذلك فهو على بصيرة من الدين، فأنا على بصيرة من الدين. وحاصل إطلاقي أن لا يسلم أن كل من كان مصمما على الحق على بصيرة من الدين. أنت في الحاشية؟ قوله إيه؟ يعني في صفحة 81 ماشي. قوله يعني إشارة لقياس حاصله أنا مصمم على القياس، يعني الشكل، أنا مصمم على الحق وكل ده من الشكل الأول، وكل من هو كذلك فهو على بصيرة من ديني، فأنا على. طبعا ده كله مرتبط بالآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وحاصل إبطاله، إبطال الإيه؟ القياس ده، أن لا نسلم، يعني كيف نبطل هذا القياس؟ بالنقض على الكبرى، لأن الصغرى مسلمة، هو مصمم فعلا وهو متعبد، فمش هننازع فين؟ في الصغرى. النزاع حيكون فين؟ في الكبرى. وحاصل إبطاله أن لا نسلم أن كل من كان مصمما على الحق على بصيرة من دينه، إذ ليس تصميمه بالحق من حيث كون المجزوم به حقا بأن كان ثابتا بالدليل، بل من حيث نشأته بين قوم يقولون هذا ذاك. أضرار النشأة وأضرار البيئة وأضرار المخالطة آثارها صعبة جدا، لا تنتهي من الإنسان إلا إن مات، إلا إيه؟ يعني بعزيمة قوية جدا. لو لم تستطيع تتخلص من المألوفات والإيه؟ وظاهر إيه؟ من حيث نشأته بين قوم يقولون ذلك هذا. وظاهر كلام الشارح أن المستفاد من المصنف هو هذا القياس، ألا هو هذا القياس بعينه وليس كذلك، يعني الظاهر ده، إنما التحقيق إيه؟
لأن الصغرى في قياس المصنف أنا مصمم بعقائدي، وفي قياس الشارح أنا مصمم على الحق أي وهو ضد الباطل. وأيضا المقلد لم يدعي أنه على بصيرة لأنها معرفة الحق بالدليل، يعني كيف يزعم أنه على بصيرة والبصيرة هي المعرفة، وكيف يكون مقلدا وعارفا في وقت واحد؟ والمقلد خال من ذلك يعني من المعرفة، فلا يدعي، إنما يدعي أنه على الحق. فالأولى مجاراة المصنف، ثم هو المصنف هو نفسه ليه يعني، فالأولى أن يجاري نفسه يعني ما يشرحش الكلام على خلاف ما قاله في التصنيف، لأنه المصنف له متن وله إيه وله شرح. شين يعني أن تصميم، إحنا لسه في ال لا فين على بصيرة، لا هي فين فوق في الشرح، ليه في الشرح، يعني أن تصميم المقلد على الحق وعدم رجوعه عنه ولو نشر بالمناشير وكثرة عبادته لا يدل على أنه على بصيرة من دين. قوله على بصيرة أي معرفة الحق بدليل. إذن ما المراد بالبصيرة؟ معرفة الحق به بالدليل. نعم يلا. قوله على الحق أي حكم المراد بالواقع، يعني إذ ليس جزمه وتصميمه على الحق من حيث كونه إيه حقا، بل من حيث كون نشأته بين قوم يقولون هذا. والنشأة والمخالطة لهما أثر عظيم في التصميم، حقا كان المصمم عليه أو باطلا، بدليل أن مثل هذا التصميم يوجد كثيرا في ذوي الجهل المركب كعامة اليهود والنصارى ونحوهم. وإذا كان مجرد الوهم الكاذب له أثر في التصميم، فما بالك بما فوق؟ ده ممكن يكون وهم كاذب ومع ذلك يصمم، زي واحد مثلا يرى حبل كده من بعيد ويكون نظر ضعيف أو فيتوهم أنه ثعبان ويصرخ أو مثلا واحد مثلا مرة حصل الحكاية، واحد قرصه أو عضه فأر أو حاجة كده حشرة، وبعدين بيبص كده حس بشيء قرصه كده، فنظر فوجد ثعبان أو حية كده، وهي لم تقرصه، اللي قرصه فأر أو حاجة تانية، بس لما بص ما شافش القارص الحقيقي وإنما رأى الحية، فاعتقد أو صمم توهما على أنها هي التي لذبته فمات من هذا التوهم. وفي الآخر لما حل أو كذا طلع الحاجة دي مش من الثعبان والثعبان بريء. فممكن واحد يشوف حبل، فإذا كان ممكن يحصل التصميم بسبب التوهم فما بالك بإيه؟ يقول لك وإذا كان مجرد الوهم الكاذب له أثر في التصميم فما بالك بما فوقه، يعني بما فوق الوهم. خلاص ما هو في وهم، في إيه تاني؟ في فوق الوهم الشك وظن، يعني إذا كان أقل حاجة عمل التأثير، أمال لو كان يعني إيه الأكثر من الوهم الشك، وإيه الأكثر من الشك الظن، وهكذا. فما بالك بما فوقه. ولهذا قالوا من جزم في قلبه بالحق ولم يدرك لذلك سببا خاصا يرجع إليه فهو مقلد لا بصيرة له. يعني بيقول له واحد جزم في قلبه بأن عقيدته حق ولكن لم يعرف دليل على ذلك، لم يدرك سبب لذلك، فهو مقلد لا بصيرة له. فإذا لا ملازمة، ده اللي عاوزين نصل إليه،
لا ملازمة بين الجزم الاعتقادي وكون المجزوم به حقا. ما فيش ملازمة. ممكن واحد عقيدته في شيء تكون جازمة زي عقيدة الوهابية يجزمون ويقطعون بأن التوسل شرك، مش كده؟ يجزمون بهذا أن زيارة القبور كفر. هم جازمون بهذا أو لا؟ طب هل جزمهم ده نشأ عن دليل؟ لا. يبقى إذن ما فيش ملازمة بين الجزم الاعتقادي وبين كون المجزوم به حقا. هم يجزمون أن الأزهر على ضلالة من أمره وهذا الجزم باطل. خلاص ما فيش تلازم بين ايه؟ بين كون المجزوم به حق وبين ايه؟ الجزم الاعتقادي. واذا انتفت بينهما يعني معناه قد يكون العقيدة جازمة والمعتقد باطل، وقد يكون المعتقد حق ولا يوجد جزم، فلا يوجد تلازم بين الأمرين. وإذا انتفت بينهما الملازمة وجب أن يأتي بما بينه وبين الحق ملازمة ليميز ما هو عليه من الدين، أهو من الحق أم من الباطل. يبقى إذن ما دامت ما فيش ملازمة بين الجزم الاعتقادي وبين كون المجزوم به حقا، يبقى لازم يأتي بما بينه وبين الحق ملازمة ليكون على بصيرة. وليس ذلك اللي هو الذي بينه وبين الحق ملازمة هو وليس ذلك إلا بالنظر الصحيح في البراهين، فتعين النظر وهو المطلوب. وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، فالرد عليه أن حجيتهما لا تعلى. الموضوع تاني هذا عنده. أما من زعم يلا قوله على الحق أي حكم الواقع، قوله ذلك أي الحق، قوله بدليل إلى آخره، راجع لقوله والمشى إلى آخره، وقوله إن مثل هذا التصديق أي المعامل فيه بقولنا حقا كان المصنع عليه أو قتل، قوله يوجد كثيرا في ذوي الجهل إلى آخره، أي وهم ليسوا على بصيرة من الدين، وحينئذ فلا يصح الاستدلال بما سبق على أن المخلد على بصيرة من الدين. بما سبق يعني بكونه مصمما وبكونه كثير التعبد، فلا يصح الاستدلال بذلك على أنه على بصيرة. قوله وإذا كان مجرد الوهم الكاذب، أي وهم الكاذب المجرد عن المخالطة والنشأة كوهم المعتزلة بأن الرؤية تستلزم الجهة، فهذا الوهم أثر في التصميم عندهم. فهذا الوهم أثر في التصميم عندهم لأن الله لا يرى. يعني لما شوف خد بالك في العملية التعليمية في حاجة اسمها الجو المعايشة. لما الإنسان يألف كذا زي حتى في قواعد القراءات والتجويد يألف نطق كلمة معينة ما يستطيعش التخلق مما ألفه، إلا يروح بلد تاني يلقى عندهم النطق مختلف وعندهم الترتيب والتفخيم وعندهم قواعد أخرى. يبقى معنى كده المخالطة هي التي أثرت. احنا قاعدين مثلا في المقرأة مع سيدنا الشيخ عبد الحكيم من سنين، فتعودنا على طريقته وعلى وقوفه وعلى مخارجه وعلى ننكر ما ينكر ونجوز ما يجوز، وقد يكون الأمر على خلاف أمر في وجه آخر. لكن مثلا من نظام الشيخ مثلا
انه ما يحبش حد يمد الايه العارض حركتين وخلاص، مع انه ايه بس احنا خلاص مع كثرة تعودنا، فكأنه لو واحد جاء مد العارض اربعة او ستة كأنه ايه شذ بسبب ايه الالف والمخالطة. لذلك لما اروح مثلا بلد ثاني واسمعهم مثلا يقول لك ايه الرحمن الرحيم الدائق، لدينا ما خدتش على كده خلاص عندي حركتين انتهينا نستعين، فبحس انه بيقرا الفاتحه في نصف ساعه وانا على طول كده الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك فهذا هو اخر التصميم انه كان الله لا يبعد. يعني المخالطة دي والنشأة بتاعت المعتزلة كان لها أثر في أنهم صمموا، مش مجرد الدليل فقط اللي هم جابوه، إنما المخالطة والتعود خلى التصميم بتاعهم قوي. وهذا دليل آخر على أن للنشأة والمخالطة تأثيرا مضرا في المسلمين كانت وفي اليهود والنصارى. طبعا يعني هات كده مثلا اي طفل يمشي في اي مكان خلاص ياخذ الايه الطباع وياخذ التصرفات وياخذ السلوك. قوله بما رفضه هو النشأة والمخالطة. يبقى هنا لما قالوا إذا كان مجرد الوهم الكاذب لا يريد بما فوقه اللي هو الشك والظن، وإنما إيه الذي فوقه هو إيه المخالطة. نعم. قوله ولهذا أي لكون التصميم على الحق لا يدل على وجود البصيرة. نعم. أي لكون التصميم على الحق لا يدل على وجود البصيرة. قوله ولهذا أي لكون التصميم على الحق لا يدل على وجود البصيرة. قوله بالحق أي نسبة الموافقة للواقع. الحق أي النسبة الموافقة للواقع. قوله لذلك أي الجزم. قوله سببا خاصا يعني عاوز يقول لك إيه هنا بيقول في ولهذا قالوا من جزم في قلبه بالحق ولم يدرك لذلك سببا خاصا. سببا خاصا هو الدليل المنتج له. وأما المخالطة فهي سبب عام، يعني كأنه ليس عنده سبب خاص وإن كان في الوقت نفسه عنده إيه السبب العام اللي هو المخالطة. قوله يرجع على الشخص قوله إليه إلى ذلك السبب. قوله فإذا لا ملازمة إلى آخره أي إذا كان تصميمه على الشيء لا يستلزم أن يكون حقا، يعني مش لازم طالما أنت مصمم تبقى على الحق. كثير من الناس مصمم ويتضح في الآخر أنه على غير الحق، مصمم زي ما يقول لك أنا متأكد 100% ويطلع في الآخر الكلام مش مظبوط. يبقى نشأ هذا عن إيه؟ عن وهم. أي إذا كان التصميم على الشيء لا يستلزم ان يكون حقا، وهذا يناسب ما في المبني من ان التصميم لا يدل على الحق اي الذي هو هذا الباطل ولا يناسب حلق السبب. قوله ان ياتي اي مقلد. قوله بما اي بجزم مع دليل. قوله من الحق اي من الجزم الحق. قوله ليكون اللام العاقبة. اللام هنا اسمها لام العاقبة. شوف كده بيقول لك ايه واذا انتفت الايه الملازمة وجب ان يأتي بما بينه وبين الحق الملازمة ليميز ما هو مش كده ولا فوق ليكون، يعني ليكون هذه اللام يعني حتى يصير امره على ايه على البصيرة. قوله وليس ذلك أي الجزم الذي بينه وبين الحق ملازمة. قوله إلا بالنظر مع النظر فيها تقييمها وترتيبها وتعرض القياس. بيقول هنا ليكون على بصيرة في دينه وليس ذلك إلا بالنظر الصحيح في البراهين. طيب هنا بيقول إيه
قوله إلا بالنظر، معنى النظر فيها يعني في البراهين تركيبها وترتيبها وجعلها قياسا، يعني يجيب إيه صغرى ويجيب الصغرى قبل الكبرى، وتكون الصغرى موجبة والكلية إيه والكبرى كلية، ويرتبها يعني يجعلها في شكل قياس، سواء كان من الشكل الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره، يعني يخليها على شكل قياس إيه من الأقيسة المنتجة، في شكل في إيه في ضرب في ضروب لا تنتج، فلازم يرتبها على إيه أشكال وضروب منتجة تؤدي إلى المطلوب. نعم لا. وأما من زعم أن الطريق إيه احنا وصلنا لها في الحاشية. نعم. وأما من زعم أن الطريق بدأ يعني ظهر إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، فالرد عليه أن حجيتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر يعني في الكتاب والسنة، من اعتقدها على ظاهرها فقد كفر عند جماعة وابتدع، ولا يحسن يعني كأنه بيقول كفر، لم يقل كفر وابتدع، إنما قال كفر في جماعة كفروا وجماعة أخرى بدعوا، كفر عند إيه جماعة، والجماعة الثانية كأنهم إيه قالوا مبتدع، ولذلك لم يقل كفر وابتدع وإنما قال كفر عند جماعة يعني وعند جماعة أخرى مبتدع، ولا إيه لا ولا يحسن تأويلها إلا الراسخ في علوم النظر المرتاض في علمي اللسان والبلاغة. وأما من زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة، خلينا واقفين عند إيه وأما من زعم أن طريق المعرفة الرياضة، خلينا بس نقضي السطرين دول يلا. قوله بلى فعل ماضي بمعنى ظهر جملة حالية. استنى عشان نركز بس. انت فين يا شيخ؟ بدأ فعل ماضي، بدأ يبدو بمعنى ظهر جملة حالية، يعني وليس وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق، يعني حالة كونه ظهر هو إيه هو الكتاب والسنة إلى معرفة الحق ظاهرة إيه. وقوله إلى معرفة الحق متعلق بالطريق. من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق، هنا بيقول إيه بدأ وقوله إلى معرفة الحق متعلق بالطريق، أي ومن زعم أن الطريق إلى معرفة الحق ظاهرة الكتاب، هنا بيقول إيه الطريق إلى معرفة الحق ظاهرة الكتاب، قوله ظاهرة حال، وقوله الكتاب خبر أن، هيبقى الكلام معناه إيه أن الطريق الظاهرة إلى معرفة الحق هي إيه الكتاب، يبقى خبر إيه خبر أن، يعني أن الطريق الكتاب، يبقى اسم أن اللي هو إيه الطريق، والخبر هو إيه الكتاب ده. أي ومن زعم أن الطريق إلى معرفة الحق ظاهرة الكتاب. وفي بعض النسخ كده، وأما من زعم أن الطريق بدأ، في بعض النسخ بدءا أي ابتداء قبل النظر العقلي، وهذا يفيد أن معرفة الحق لها طريقان، إحداهما للابتداء والثانية للانتهاء، يبقى بدءا يعني في إيه في ابتدائها، أي طريقة أن معرفة الحق لها طريقان إحداهما الابتداء والثاني الانتهاء، مع أنه ليس لها إلا طريقة واحدة. قوله هو يحرم، نعم يعني
في بعض النسخ في نسخة وأما من زعم أن الطريقة ابتداء يعني كأنه النسخة اللي فيها كده حتوحي أنه في طريق لها إيه ابتداء وانتهاء مع أن الأمر ليس كذلك هي واحدة هو عاوز يصلح يقول لك النسخة اللي فيها ابتداء دي حتؤدي إلى إيه إلى أنهما إيه أن معرفة الحق لها طريقة واحدة للابتداء والأخرى للانتهاء مع أنه ليس لها اللي معرفة الحق إلا طريقة واحدة ما فيهاش ابتداء وانتهاء وده سبب إيه النسخة اللي فيها ابتداء عشان كده بيقول لك الأصح اللي هي بدأ مش ابتداء يعني في بعض الناس أو السلف فيها مثلا غيرهم يقول لك ما فيش حاجة لمعرفة الطريق إلا الكتاب والسنة يعني يأخذ بظواهر إيه بظواهر الكتاب والسنة ويحرم أخذ العقائد مما سواهما يعني من علم الكلام فعنده علم الكلام حرام وضلال مع أنه علم الكلام ده هو أساس العلوم يعني مثلا كيف أنا أثبت وجود الله أثبت بعلم الحديث بالروايات المعضلة والمنقطعة كيف أثبت بعلم أصول الفقه مش هينفع أثبت بالتفسير أثبت بالنظر العقلي اللي هو علم الكلام ده وبعد ما يثبت وجود الله أهدي مدخل عشان إثبات الوحي إثبات النبوة لأنه لا يمكن إثبات النبوة من غير إثبات وجود الله وبعد ما نثبت النبوة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدوره إيه تفسير هذا الكتاب ويأتي بمثله لإرشاد وتعليم الأمة ده السنة وبعد كده يجي التفسير وبعد كده يجي أصول الفقه وبعد كده يجي العلوم كلها بسبب الأساس اللي هو علمي فكأنه علم الكلام ده هو أساس العلوم كلها كل العلوم أساسها كده يا أيها المغتدي يعني اللي انت تطلب وتحرص تطلب علما كل علم عبد يعني خادم يعني مش العلم الكلام إله يعني خادم كل علم عبد لعلم الكلام تطلب ليه الفقه كي تصحح وأغفلت منزل الأحكام يبقى إذن يعني لولا الكلام مش حي أي علم تاني الكلام ده الأساس بعد كده يجي علم التفسير يجي علم وهو علم الكلام بيثبت وجود الله وبيثبت الصفات ومنها صفة الكلام ويثبت الوحي وتثبت النبوة وبعد كده إيه تيجي العلوم كلها بعد كده فده الأساس ده اللي هم بيقولوا عليه حرام يلا قوله أنه يعني عاوزك إيه هو عاوز يحرم علم الكلام ليه هو عاوز مش عاوزك تعمل دليل عقلي عاوزك تأخذ من الدليل النقلي عاوز الواحد أنيه وإله كم إله واحد عاوز مثلا إيه ما ممكن أجي الواحد تاني أجيب له النص ده في الوحدانية وأروح أجيب له نص من القرآن تاني على إنه إلهين أقول له إيه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أعبد واحد هنا أو مثلا أجيب له وهو الله في السماوات وفي الأرض وهكذا وأستدل على التجسيم والتشبيه والمكانية والزمانية بالنصوص فيبقى لابد من النظر العقلي أن الأمور المحالة عقليا من اللي يحكم فيها ظواهر النصوص ولا الأدلة العقلية قوله أن حجيتهما أي كون كل منهما حجة عن الكتاب والسنة وقوله لا تعرف إلى آخره بأن يقال هذا خبر من يستحيل عليه الكذب أشوف كده يعني الكتاب والسنة نفسهم لا يمكن إثبات حجيتهما إلا بالنظر العقلي يعني ما ينفعش أقول لك مثلا إيه الدليل على أن الكتاب ده حجة تقول لي عشان قال لا لأنه هذا الكتاب حجيته أساسا إيه؟ إثبات نبوة سيدنا محمد طيب إثبات النبوة دليلها عقلي ما ينفعش إثبات النبوة يكون دليلها نقلي لأنه كده حيتوقف النقل على النقل وهذا يلزم منه الإيه؟ الدور فلا بد من الدليل الإيه؟ العقل ده.
وقوله لا تعرف لا ليش. استنى كده، يعني بأن يقال هذا خبر من يستحيل عليه الكذب، مش كده؟ وكل ما كان كذلك فهو صدق، أو يقال هذا خبر من ثبت صدقه بالمعجزة، وكل ما كان كذلك استحال إيه؟ كذب. وحيث كان حجيتهما يعني الكتاب والسنة لا تعرف إلا بالنظر العقلي، صار الأمر موقوفا على النظر العقلي، فهو أهل النظر العقلي الطريق الوحيد، وهو الطريق لمعرفة العقائد لا هما، يعني لا الكتاب والسنة، لا هما، نعم، يعني مش الكتاب والسنة الطريق إلى معرفة العقيدة، إنما الطريق هو إيه؟ والكتاب والسنة نفسه دلوا على كده، إنه معرفة العقائد بالنظر. قل انظروا أفلم يتفكروا أفلا ينظرون قل سيروا في الأرض إلى آخره. وهو يعني النبوة، لو قلت لك سيدنا محمد نبي تمام، فيقول ايه الدليل؟ اقول لك محمد رسول الله، مش كده؟ قال الله تعالى محمد رسول الله. اقول لك الكتاب ده لم يثبت الا باثبات النبوة، فلا يصح اثبات النبوة به، كأنه الامر يدل النبوة ثبت بالقرآن، والقرآن ثبت بالنبوة، هذا الدور وباطل، يبقى لازم يكون النبوة ثبتت بالدليل العقلي اللي هو النظر في المعجزة، هذا الدليل العقلي، ما ينفعش إثباتها بدليل نقلي. أقول لك والله سيبك من الكتاب، أنا لا أعترف به إلا إذا ثبت أن الذي جاء به نبي، وإثبات النبوة لا يمكن أن يكون بالكتاب، لأنه أصلا الكتاب إثباته متوقف على النبوة، فلا يمكن توقف النبوة عليه، بل ترجع إلى النظر إليه إلى عقل. فهو الطريق لمعرفة العقائد لا هما، وهو لا يعلم إلا هو إيه؟ ها؟ النظر العقلي لا يعلم إلا من علم الكلام، يعني ما ينفعش يعلم من علم الرجال أو الجرح والتعديل. ثم إن الالتفات لهما عند هذا الزاعم من حيث إنهما طريق لمعرفة الحق لا من حيث الحجية وعدمها الأولى، مش كده؟ فالأولى ولا الأولى؟ فالأولى، طبعات ولا المسلح، فالأولى أن يقول، فالرد عليه أن لا نسلم أنهما طريقان أي الكتاب والسنة لمعرفة الحق، بل الطريق إنما هو النظر العقلي. طب أنت عارف الفرق كلها الضالة سبب ضلالة إيه؟ إنها بتستشهد بالقرآن دون أن ترجع إلى الإيه؟ إلى الـ. ولذلك في واحد كان الرازي عامل كتاب، كان عنده نسخة منه اسمه حجج القرآن لأهل الأديان، ما من طائفة ولا فرقة ضالة ولا غير ضالة إلا وتستشهد بالقرآن. الخوارج يستشهد بالقرآن، المعتزلة بالقرآن، السلفية بالقرآن، الوهابية بالقرآن، كل داعش بتقتل بالإيه؟ بالقرآن، بالإسلام. ها؟ وأول ما يقتل يكبر بسم الله كأنه بيذبح ذبيحة، بالإسلام برضه بسم الله الله أكبر وهكذا. طب يبقى هل ده ولم يقل تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ أيوة يا شيخ، يلا اسمه كده حجج القرآن، يعني بيقول لك ما فيش طائفة إلا وتعتمد على القرآن. لذلك ده السر، إنه سيدنا علي نهى عبد الله بن عباس لما راح يجادل الخوارج يعمل معهم حوار، قال له إيه؟ لا تحاججهم أو لا تجادلهم بالقرآن، فإنه حمال ذو وجوه، عليكم بالسنن والآثار، ما تروحش ناحية القرآن. القرآن يحتمل، يعني مثلا أنا شفت واحد مسيح مسيحي بيستدل على صحة عقيدته بالقرآن، أنا شفته بنفسي كده، بيقول إيه يا شيخ محمد؟ جاب آية، قال أنتم مش فاهمين حاجة، ده القرآن بتاعهم. بيقول وآتينا سورة البقرة عيسى ابن مريم وأيدناه بروح القدس، قال عاوز دليل، آتينا ذا الأب عيسى ابن مريم الابن وأيدناه بروح القدس، إيه آية؟ مين القرآن؟
وممكن يفهم بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو التثليث، ويفهم ان المسلم لما يحلف عليه الطلاق بالثلاثة أدت الآلة ممكن يستدل بها. أقول لك ويه بيحلف بالثلاثة ليه؟ دليل على انه الآلة ثلاثة، والله العظيم ثلاثة، لما يقولهم أربعة برضه فممكن يستدل بأي حال. يلا يا شيخ عشان نخلص. فلولا أن أقول فرضت عليه أن لا يسلم أنه ما طريقان لمعرفة الحق إلى الطريق، إنما هو النظر العقيم. نعم. قوله أيضا إلى آخره رد سالم. فين أيضا إحنا؟ رحنا عند أيضا ها. وأيضا رد ثاني قوله ظواهر القضايا دالة بحسب الظاهر على عقائد فاسدة. يعني مثلا يجي يستدل بقوله تعالى الرحمن على العرش ثم ربنا فوق العرش، دي عقيدة فاسدة، أو يد الله فوق أيديهم على إثبات اليد الإيه الحسية، خلاص. قوله من اعتقدها اعتقد ظاهرة فقد كفر إلى آخره، الأولى حذف قوله عند جماعة والواو في قوله وابتدع بمعنى إيه أو، يعني كفر أو ابتدع، والمراد فقد كفر إن اعتقد معنى مكفرا كاعتقاد أن الله جسم لك الأجسام جسمك الأجسام، وابتدع إن اعتقد معنى غير مكفر ككون الله تعالى جسما ليس كالإيه ليس كالأجسام، تأويلها أي صرفها عن ظاهرها الفاسد في علوم النظر أي العلوم المؤلفة في المناظرة الواقعة بين أهل السنة غير المذكور فيها عقائد وأدلة كل المرتاض المتمرد، خلاص دقيق. قوله في علم إيه اللسان والبلاغة، علم اللسان اللي هو النحو واللغة، وعلم البلاغة المعاني والبيان، خلاص كده بس خلاص. ما احنا وقفنا وقفا تاما عشان بعد الصلاة إيه ننصرف، خلاص كده. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. زادك بفاتك.